أحمد الله عز وجل على حصولي على المركز الأول في مسابقة 60 طلقة راقدا الماتش الإنجليزي، وهذا النجاح بعد جاء بعد مشوار طويل في التمارين والدخول المنافسات، وكل هذا الاستعداد كان لأجل أن نرفع علم الدولة عاليا خفاقا في الأولمبياد لندن. والحمد لله يعني هذا الإنجاز يعني أفرح جميع شعب الإمارات من الشيوخ وحكام وجميع المواطنين، وأنا فخور جدا أني أنا أكون السبب في فرحة الشعب الإماراتي، والحمد لله رب العالمين.